خلاص مبقاش في بطني مكان للأكل. وأنا من هنا ورايح مش هحرمك من أي حاجة. انت حنين قوي يا أنكل. قلنا إيه؟ سوري، انت حنين قوي يا لولا. ما هو انتي تستاهلي الحنية دي كلها يا عيون قلبي لولا. معلش يا لولي بقى، أنا آسف. إيه؟ في حاجة تانية في المنيو انت ما نزلتهاش؟ العفو يا فندم، بس أنا مضطر أحاسب حضرتك عشان بس بقفل الشفت. حاضر يا سيدي. 930 جنيه يعني بالتبس هيبقوا 1000 جنيه. كلك ذوق والله يا فندم. آه. إيه؟ في حاجة يا لول؟ لا لا مفيش أي حاجة. بحق ال 70 جنيه اللي كنت حاسبها لك بقشيش. أنا فلوسي وقعت مني، أجيلك الصبح بدري أديلك الفلوس كلها على دير المليين. لا والله يا فندم مش هينفع. يعني إيه ما؟ خد دول واعمل إنك ما شفتنيش. على فكرة يا فندم أنا محترمك لحد دلوقتي عشان خاطر سنك. إيه سنك دي؟ ماله سني؟ هيكون عندي قد إيه يعني؟ اتفضل اندهل للمدير بتاعك. تحت أمرك. هو في حاجة يا لولو ولا إيه؟ لا مفيش، أنا اللي هعرف أتفاهم مع الأشكال دي. اقعدي أنتِ. أيوة يا زيزو، رد، مش وقته خالص. إيه المشكلة؟ البيه والهانم قاعدين من أول الشفت، فطروا واتغدوا وما شاء الله حلوا، وعمالين يشربوا في مشاريب لحد ما الشيك بتاعهم وصل لـ1000 جنيه ومش عايزين يدفعوا. كداب في أصل وشك. أولاً الحساب بتاعنا 930 جنيه، أنا حاسب له 70 جنيه، ده من كرم أخلاقي. حضرتك أنا ماليش دعوة، والله هو اللي عزمني. لا مفيش أي حاجة، ما كنتش أحب أحطك في الموقف الصعب ده، لكن يا ريت تتصرف لنا في 1000 جنيه من معاكي، وأول ما أروح هجيبهم لك. 1000 جنيه؟ لا أصل أنا بابي ما بيمشينيش بفلوس أكتر من 20 جنيه، عشان بيخاف عليا لا تسرق. طيب شوفي لي أي حتة دهب نسيبها ره. نعم؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. يا أستاذ هتدفع ولا إيه؟ بس أستأذنك أعمل مكالمة تانية. لا ما تعملش، الواجب ده عندنا إحنا. الله يخليك، والله كلك واجب. أحلى واجب. الله يخليك، متشكر جدا. إيه؟ تعمل إيه يا بني آدم أنت؟ ما يصحش. تعالى بس. أنا مش صغير للكلام ده. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.